لن يؤاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدلا منك قريب. اعتني بنفسك واحمها ودللها، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق. تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك. فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملك سواك. لا تبحث عن قيمتك في عين الناس، ابحث عنها في ضميرك. فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما إلى فيك. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فأعط احمل هما واحدا كيف ترضي الله، لأنك لو أرضيت الله رضى عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. لا تيأس من حياة أبكت قلبك، وقل يا الله عوضني خيرا في الدنيا والآخرة. فالحزن يرحل بسجدة، والفرح يأتي بدعوة. عش حياتك على مبدأ، كن محسنا حتى وإن لم تلا إحسانا، ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسن. والخي يدك بالصدقة، ترخى حبال المصاب على عاتقك. واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجتك أن تتصدق عليه. السلام عليكم cari fratelli e sorelle. Queste erano fra le parole più belle che io abbia mai letto del Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah.